ديما مرحبا بكم. نحن اليوم في مقهى النخيل اللي موجود في العفاش نابل. دونك باش تاخذوا فكره على المقهى هذايا اللي عنده فرع هو ديجا في نابل وتوا حل الفرع الثاني. باش ناخذوا فكره على شنو موجود هوني, ناخذوا فكره على الاسواق اون جينيرال. ومعنا سي خالد الدمري اللي هو صاحب مقهى النخيل, ناخذوا معاه اكثر تفاصيل. أنا نقول لكم مرحبا بكم عباد الكل. كما تعرفوا نفس السيرفيس غادي مقهى النخيل, العباد كل بريسك تعرفها. بعد الشيشه هذوما انواع, اي نوع نتاع شيشه, كوكتيلات زاد كيف كيف انواع كوكتيلات كل سيترونات, جي دي فريز, جي دورانج, كرواسون, جاتو, اي حاجه معناها تقاف القاورات موجوده هنا. اسوامها عاديه, اكسبريس دينار, شيشه 3000, حاجه عاديه معناها اسوام معقوله. نفرحوا بالعباد الكل, نخدموا على الكليون, خاطر خدمنا غالي وتعرفوا الحكايه هذه. خدمنا ولقيتوا سيرفيس باهي, حتى هنا قلت ربي تجيو حدانا مرحبا بكم, تلقاو نفس السيرفيس هو بيدو. بالنسبه للادريس, كي تفضل الوالي حدا الفساك هذيك فني ولا معروفه البلاصه على الكياس الرئيس هذيك بعد الوالي على اليمين. وحب نقول لكم مرحبا بكم العباد الكل, ان شاء الله تلقاو سيرفيس طياره كيما حكينا, وان شاء الله تلقاو كل شيء كيما تحبوا انتم. حاجة إن شاء الله مبروك عليهم, وإن شاء الله بالقسم ما شاء الله نعرفوها قهوة النخيل, عندهم سيرفيس مزيان, قهوة حلوة, برسونال طيارة على الأخر, وإن شاء الله ربي يجيبهم في السواب وربي يجيب القسم, وكاليتي دو سيرفيس متاعهم طيارة على الأخر, كل شيء باهي. إن شاء الله مبروك عليهم. أنا كل يوم من القهوة الأخرى, معناتها سيرفيس امبيكابل, شيشة مزيانة, حاجة باهية, السوام معقولة على الأخر, هاك تشوف كل شيء كلاس, نظافة, يسيختو السيرفيس, شيش ديما جدد. الحاجة اللي كونسوميها الكليون, معناتها الكليون شي يحب شيشة جديدة, جباد نظيف, معسل, معناتها ممتاز. هذوما الموجودين لهنا بس وهم معناتها بتاع قهوة شعبية, مش معناتها, وربي يجيبهم في السواب ونتمنوا لهم كل خير, واحنا كليوناتهم معناتها نتبعوا فيهم معناتها. إن شاء الله مبروك عليهم. أول حاجة الأوفرتير هذه باهية, وأنا قهوة النخيل نعرفها برشا, معناتها سيرفيسها باهي, عندها شيشة باهية, وكاليتي سوام بارابور برشا قهاوي باهية برشا. إن شاء الله مبروك عليهم. بالنسبة للسيرفيس تاع القهوة حلو برشا, إن شاء الله ربي يوفقهم, إن شاء الله في لوفرتير إن شاء الله يواصلوا هكا وكا, كيما في لوفرتير كيما في الأيامات الجاية وكا, سي بيان. القهوة سيرفيسها مزيان برشا, وننصح الناس الكل باش يجيو يعملوا قهوة لهنا, وسيختو ننصحهم راهي الشيشة عالمية لهنا, اللي زاماتور تاع الشيشة, وإن شاء الله ربي يوجههم خير, وإن شاء الله عطمة مبروكة إن شاء الله. Thank you.